معك عمر القضاه من الاردن. من الاردن وجاي تدعم المغرب النهارده ان شاء الله. توقعاتك للماتش ان شاء الله 2-1 للمغرب. توقع الماتش هبه من الاردن، توقعي 1-0 للمغرب. اردنيه برضو؟ ايه اللي خليكم جايين النهارده؟ اكيد نشجع المغرب دوله عربيه يعني، وكاس العالم طبعا مش كل مره عم بيصير دوله عربيه، فاكيد جايين ندعم المغرب والدول العربيه طبعا عموما، يعني مش احنا دول عربيه المغرب مش بس المغرب. ان شاء الله كيف ما كانت النتيجه احنا فرحانين بالمنتخب المغربي كيف ما كانت النتيجه، بس ان شاء الله اليوم الانتصار، اليوم الانتصار ان شاء الله بعزيمه الشباب وبرجوله الشباب ان شاء الله غادي نجيبوها. انا ان شاء الله نتمنى نتيجه ايجابيه للمنتخب المغربي، و الى كان شي رساله للاعبين انهم يبقاو يلعبوا برجوله وربي كبير ان شاء الله نفوز، وان شاء الله النتيجه تفرح الامه المغربيه والامه العربيه والامه الاسلاميه ان شاء الله بحول الله. التوقعات ديالي ان شاء الله غادي نجيبوها، غادي نربحوا اما بلانتيات اما 1-0 ولا 2-0 على حسب اللي جاب الله تبارك الله. احنا وراء المدرب ديالنا وان شاء الله غادي نوصلوا للنصف النهائي ولما لا النهائي. لو عايز تهتف النهارده تقول هتاف للعيبه كلهم ايه؟ قول لهم جيبوها يا الاولاد، 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 جيبوها يا الاولاد.